صباح الخير مشاهدينا. اليوم بدايتي مع رندا وموضوعنا هو النيوكي. يمكن اكتريتنا بنتناول النيوكي بالمطعم، ولكن مين قال انه ما فينا نحضرها بالبيت واكيد بطريقه صحيه. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. كثير مرغوبه النيوكي كطبق. هلا رح احكي بس ليش كمان، بس ما كثير بنعرف عنها او يمكن ما بنعرف كثير نحضرها. اكزاكتلي، مع انه كثير هين تحضيرها. هين تحضيرها، حلو. ولكن قبل ما نحكي عن النيوكي في خبريه؟ اكيد رح اذكر المشاهدين انه دائما فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتكونوا عم بتتابعوني. وكمان اليوم عيد الاضحى وبتمنى عيد اضحى مبارك لكل المشاهدين. خبريتي لها علاقه بالكحول اليوم، والدراسات عم تبين تاثير الكحول وهل قديش بتاثر على الامراض السرطانيه. هلا بهيدي دراسه احصائيه على عدد كثير كبير من الاشخاص على بلدان كثيره، كانوا عم يشوفوا الاشخاص اللي هن بيتناولوا الكحول. فاذا عندنا الاشخاص اللي هن بيشربوا ماكسيموم لحد كاسين بالنهار، عندك الاشخاص اللي هن بيتناولوا بين كاسين وست كاسين بالنهار، وعندك الهيفي درينكرز اللي هن بيتناولوا اكثر من ست كاسات بالنهار. فتقسموا العالم لهالثلاث اقسام، وكانوا عم يشوفوا تاثير هالشيء مثل ما قلت على الامراض السرطانيه، وخاصه على سرطان الثدي، سرطان الكبد اكيد والامعاء. وهون تبين انه اذا الاشخاص اللي تناولوا اثنين من الكحول، يعني اثنين ولسته، هول هن معرضين ليصير معهم واحد من هول السرطانات بنسبة 39% أكثر من غيرهم، واللي كانوا هيفي درينكرز أكثر من ست كاسات بالنهار كانوا معرضين بنسبة 47% أكثر من غيرهم. فعم نشوف هون تأثير الكحول على الأمراض السرطانية. هلا أكيد الرجال كانوا معرضين أكثر من النساء، وهون اللي بدنا نعرفه إنه الكحول هي بتأثر بطريقة معينة على هرمونات معينة بالجسم، وهيدي الهرمونات عم تأثر على جينات الجسم الدي ان اي اللي هي عم تخلي هالتغييرات بالخلية. فهون بدي نبه لهالشيء، بدي نبه للاشخاص اللي هن ببلشوا يتناولوا اما يشربوا الكحول من عمر صغير، لانه خلص بعدين بصير عاده، بصير اصعب الواحد يغير مع هيدي. وبعدين تينا مش بس هيك، الاشخاص كثير اللي ما بيعتبروا البيره كحول، في عندك الاشخاص اللي الشط ما بيعتبروها انه هي هيدا من الفنجان الكحول اللي نحن عم نحكي عنه، او اذا الاشياء فيها سكر ما بيعتبروها. فانا بدي اقول انه هول كلهم هن من الكحول. حلو. وبدنا ننتبه. قد ايه بحاجه لتوعيه على هالموضوع رندا؟ نعم، خاصه انه بنربط الكحول بالبسط، نخفف عن همومنا، فما بنفكر فيه بطريقه سلبيه. مزبوط. فهون بدنا نلفت النظر، وبالنتيجه تينا بنرجع على الخبريه انه الاعتدال. مزبوط. يعني انه يعني في اشخاص مثل ما قلنا انه دهروا اليوم شربوا كيس بيد او وات ايفر، اكيد هيدي بدكم تعوضوا. مزبوط. نعم، خبرينا عن هالنيوكي، في اشياء حلوه شايفينها قدامنا. هلا النيوكي لخبر ياتينا، اول شيء رح احكي عن الريسيبي وبعدين نحكي عن النيوكي. يلا. هي شغله كثير بسيطه، هي اكيد من المطعم التلياني مثل ما بنعرف، ودائما نربط المطعم التلياني بالباستا، يعني بنفكر نحن بس بالقمح. هون اليوم النيوكي البيس تبعها هو البطاطا مثل ما العالم بتعرف. هلا انا اول شيء رح فرجي صحن النيوكي كيف انعمل. انعمل من هيدا الصحن اللي شايفينه قدامكم. فأنا عندي كان البطاطا اللي هي 2 كوب من البطاطا، حطينا مع نص كوب من الطحين، هون طحين شوي أسمر أنا عندي، حطها مع رشة ملح ورشة بهار وبيضة وحدة. هون عم نشتغل نحن هالمزيج، عم يطعمينا 4 أشخاص. سو هيدي لما نخلطهم مع بعض بيطلع عجينة. مزبوط. فنحن البطاطا بدها تكون مسلوقة. وكثير هين تينا خلطناهم، خلص كل شيء علينا نكون عم نخلطهم عجينة مع بعض. بتصير يعني. صارت عجينة. هلا أنا كيف بدي رقة هيدي العجينة؟ بنرقها بطريقة طولية هيك مثل الخبزة، خبزة الباجيت. اوكي. عرفتي؟ فإذا هيدي بنحضرها يعني 100% اللي بنرقى فيها، وبعدين نحن بدنا نقصقصها بالأحجام اللي نحن بدنا إياهم، إجمالا كمان الحجم اللي أنا حطته هو حجم النيوكي. فهي نقصت هيك. هلا إذا واحد على السرعة قصيناها بكون عندنا مي مغلية، مي وملح مغلية، بنحطها بقلبها.
هلا اذا بدنا نعمل لها شيب زغطور مثل ما انا عامله هلا، فينا بالشوكه اكيد نكون كل ما قصينا بارت بالشوكه نكون هيك عم نعلمها. فهيدي اللي بتطلع. نصيحة كمان هون إنه إحنا وقت نشيلها من المي ما بدنا نغسلها هي، فإذا خليها بمي مغلية شوي تقسى، بس ما بدي أغسلها دايما ولا هي ولا الباستا. ليش؟ حتى الصوص تقدر تعلق عليها وتعلق على النشويات. هيك بنحافظ على النشا اللي فيها 100%. فإذا شفت هيني عن جد هالقد هينة، هالقد هينة يعني بطاطا مسلوقة، بيضة، طحين وملح، خلصت. أوكي. حلو. هلا من هون بدي اعمل صوص البندوره، وصلصه البندوره طيبه يكون فيها الحبق كمان. فاذا هون عندي البصل، ما بعرف اذا رح نفرجي الصحن اللي هي عندي بصله كبيره قصقصتها ناعم، عندي ملعقه كبيره من الثوم اللي انا بكون دقيته، هوستهم سوا، ما حطيت لهم زيت مثل ما منتبهين، اكيد عندي كمشه من الحبق لانه الحبق اللي هو بده يطلعه. وكمان بنفس الوقت نحن بدنا نعرف انه بدنا الصوص اللي فيها صوص البندوره، فانا حاطه 2 كوب من البندوره، وطبعا رشه ملح وبهار، وحاطه هون البابريكا التورميريك والاوريجانو خلطتهم سوا. حلو. ملعقة صغيرة من كل شيء حتى أكون عم طلع النكهة. فهون كمان غليتها لهيدي الصلصة لتطلع معي صلصة البندورة، وبتشوفي كمان ما حطت لها ولا رب ولا شيء، هي بحد ذاتها سميكة وطلعت سميكة. مظبوط. مثل ما قلنا بدي خففها بزيد نقطة مي، ما بدي، أنا ماني مخففتها، عملتها as is. هلأ هون شو عامل اليوم أنا بالخضرة؟ الخضرة اللي أنا عندي إياها عندي الفطر والكوسة والفليفلة الحلوة وعندي الجزر، حبيت أشويهم وحطهم معها. لكن فينا نكون عم نسلقهم، فينا نكون واحد مثل ما بحب المشوي، في طعمة طعمة طيبة. فأنا حاطة هالتشكيلة، كل شخص بحطها من قد ما هو بده. أنا هالتشكيلة بعملها تينا دايما حتى خفف النشف، يعني دايما بقولهم للأشخاص يعني وقت أحط الفطر الكوسة والفليفلة الحلوة، كل هدفي انه يعبوا الصحن، اني اعبي الصحن وما يكون اقل النشا من الباستا او النيوكي 100%. فاذا هون انا شو عامله بعد ما شويتهم، حطيت المزيج كله سوا، فاذا حطيت الخضره المشويه، حطيت النيوكي والصلصه وخليتها تغلي فتره كثير صغيره، وحطيت الصحن اللي عندي. فهون اكيد النيوكي بدها تنسلق لحالها لحالها، بعدين بنضيف الصوص اللي بدنا اياه، تشكيله الخضره. يعني هون هيدا الصحن، شو نسبه الخضره للنيوكي فينا نقول؟ هلا انا كنت عم اقول قد ما فينا بدنا نزيد، عم برجع احكي هون لارجع اعمل لك الاناليسز. احنا عم نحكي لثلاث اشخاص، انا لثلاث اشخاص حاطه كوب من كل وحده من الخضره اللي انا عم بحكي عنها، يعني 4 اكواب. هلا هيدا الصحن كم وحده حراريه فيه؟ هيدا الصحن فيه 230 وحده حراريه، منه كثار، بالعكس كثير قليل. هلا كثير قليل، عندي شغلتين، اول شغله انه النيوكي هي من البطاطا اللي ما بدي العالم تخاف منها اذا بدي احكي وحدات حراريه، فاذا هي ما كثير فيها هالوحدات الحراريه اذا تاخذت بكميه المعتدله اللي عم نحكي عنها هون. ومثل ما قلنا صحننا معبى بالخضره، ولكن اللي بدي اقوله انه هيدا الصحن فيه 45 جرام من النشويات، فهو اكثر من حصتين، يعني حصتين ونص من النشا، اللي هو وقتا نحن عم ناكل بنهارنا اكيد على الغدا حصتين نشا منا كبيره ابدا. يعني اذا بدنا نقارنه بطبق يخني مع رز مثلا، فنجان الرز المطبوخ هو 3 حصص من النشا، يعني اكثر من هيدا. نعم. اوكي. فعم نحكي هون كثير معقول النشا اللي عم نتناوله، وعم نحكيها انه هي هو هيدا هو الطبق اللي نحن عم ناكله، طبق اساسي هذا نعتبره. اكزاكتلي. هلا بهيدا الطبق ما كثير في بروتينات، هلا في 9 جرامات بروتينات، ولكن اذا بدنا نزيد له بروتينات شو بنحط عليها؟ الجبنه. سو في البقلة انه نكون عم نزيد لها الجبنه فوقها، بنكون عم نزيد هون البروتينات تبعولها. وطبعا هون كميه دهنيات هي بس جرامين، وبما انه في عندنا كثير من الخضره عندنا 7 جرامات من الالياف، فاذا هيدا هو صحن هالقد صغير مهضوم ونباتي، يعني بيناسب كثير اشخاص. مزبوط. اللي ما بياكلوا لحوم. مزبوط. اتز فيجيتيريان. هلا اذا طلع لي وقت احكي ليش النيوكي اليوم عم نختارها، ليش ما اخترنا للباستا
الباستا العادية. هلا هي بس لأنه البيس تبعها هو البطاطا. هل نحن عم نحكي is this gluten free؟ جواب هو لا، لأنه لا أنا حطيت له هون القمح. هلا فينا نكون عم نخترع لاختراع نعملها جلوتين فري، وهيك بتكون النيوكي مستعملها جلوتين فري. بشو بدنا نشدها وقتها إذا ما استعملنا طحين؟ فينا طحين قمح، فينا نشدها إذا جبنا رز مطحون. إذا طحين الرز فينا نعمله ونكون عم نشدها فيه. بس أنا هون اللي بنبهوا للمشاهدين، بس هون النشويات شو صار فيهم؟ هلا كتروا، فإذا نحن هون وكتروا بالعكس، مش بالعكس بس مطحين. كمان الطحين في نشا والرز في نشا. هلا اللي بدي الفت النظر انه الاشخاص اللي هن عم ينقوا نيوكي لانها جلوتين فري بدهم ينتبهوا انه هل هي معموله من بطاطا وشو؟ اذا هي معموله من بطاطا هي منها بس بطاطا اكزاكتلي، فبدي تقروا الليبلز لتعرفوا اذا هي جلوتين فري اما لا. هيدي شغله. هلا الشغله الثانيه، اذا عم نحكي عنها مثل ما قلتي على النشويات، هون اخذنا فيها بطاطا، فيها نوعين من النشويات مثل المعكرونه العاديه اللي فيها نشويات كمان. بدي انتبه انه هون سمكتها بالبيض، المعكرونه كمان فيهم يسمكوها بالبيض. فالاشخاص اللي هن فيجن وما بدهم ياخذوا بيض كمان بدهم ينتبهوا انه هي مسمكه بالبيض، مثل ما المعكرونه فيها تكون مسمكه بالبيض. فاذا برجع على موضوع لانهي حلقه تينا بانه فتنا بشغله ثانيه، ريدنج ليبلز، انه نحن اذا عندنا شغله ما بدنا ناكلها، ممنوعين ناكلها صحيا او الى اخره او بالمبدا، بدنا نقرا ونعرف من شو معموله الاكل، خاصه اذا شيء خطر على صحتنا، مش بس انه خيار. طبعاً هو طبعاً طبعاً. وبالنتيجة أنا مش دايماً، يعني أنا بضطر تينا أحكي على الوحدات الحرارية بالأكل، لأنه في كتير ناس بهمها هالشي. نحن بالنتيجة حتى صحياً بهمنا أنه نكون عم نحافظ على وزننا، ولا نضعف كتير ولا نزيد كتير بالوزن. فمشان هيك لنحافظ على وزننا، الكالوري هو شيء أنا لازم أحكي عنه. فبحكي عنه وبعدين بحكي على الغذاء اللي أنا عم بعمله. لأنه هون بنشوف قد مهم حجم الصحن كمان، يعني هيدا يمكن حدا من اول ما يسكب يحط دبل من هالكميه، وصلنا بغير محل يعني. ايه، وفي ناس بحاجه ياكلوا دبل، هذا بدنا نقوله، وفي ناس بحاجه ياكلوا بس هيدي الكميه. هون بصير دائما حاجه كل شخص هي مختلفه عن شخص. اكيد. ثانك يو رندا لهالوصفه المهضومه، يعني عن جد لازم نجربها بالبيت. هيني وما فيها كثير مكونات، يعني بيض وبطاطا وطحين، اكثر الناس عندهم هالاشياء بمطبخهم. رح ناخذ وقفه ومكملين.